بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. حلقة النهاردة هي مخصصة للرد على أسئلة حضراتكم. يلا نبدأ مع بعض بأول رسالة. بيقول: أنا متجوز من سنتين تقريبا وعايش في شقة إيجار، وبحاول أأمن نفسي أنا ومراتي ونجيب شقة تمليك ونسيب الإيجار. والدي والدتي الاتنين على المعاش، ومعاشهم بسيط وملهمش أي مصدر دخل غير معاشهم، وأنا بساعدهم كل شهر بمبلغ بيساوي تقريبا تلت دخلي عشان مصاريف علاجهم واحتياجاتهم. ليا أخت صغيرة في آخر سنة جامعة اتخطبت من شهرين. كل شهر أول حاجة بعملها هي إني أبعت الفلوس لأهلي. الفلوس دي هي مهمة جدا ليهم لأنهم بيصرفوا منها على العلاج اللي بيحتاجوه، وبعمل ده طبعا بنفس راضية تماما، ونفسي أزود لهم الفلوس دي. وقايل لمراتي قبل الجواز إني بساعد أهلي من مرتبي كل شهر. المهم، من فترة مراتي ظهر عليها إنها متضايقة من الفلوس اللي بساعد بيها أهلي، وده حصل لما كنا مزنوقين شوية، ومع ذلك ما فكرتش إني أأخر على أهلي الفلوس أو حتى أقللها. ولما مراتي وضحت إنها متضايقة قلت لها بالنص كده: اللي ملوش خير في أهله أكيد ملوش خير في حد. وقلت لها أني لو أخرت الفلوس على أهلي أو ما بعتهاش أو قللتها أنت لازم تخافي مني، وأنا مش هعمل كده. ردت عليا وقالت لي: أنا كمان أهلك وإحنا مزنوقين. وما فكرتش في كلامها نهائي، وبعت الفلوس لأهلي رغم الزنقة الكبيرة جدا اللي أنا كنت فيها. سؤالي بقى: أنا إن شاء الله هيدخلي قريب مبلغ مش بطال، ممكن يبقى مقدم شقة تمليك كويسة، لكن في نفس الوقت أختي محتاجة تتجهز عشان جوازها، وأنا المسؤول أجهزها لأن والدي طبعا مش هيقدر أبدا على جهازها. مراتي غالبا مش هتقبل ده، وهيهمها احتياجنا لشقة وإننا نأمن نفسنا من الإيجار ويبقى عندنا شقة تمليك ونسيب الإيجار. أنا بكل نفس راضية واخد قراري أني أجهز أختي وأجوزها مهما كانت العواقب. ربنا يبارك لك يا رب. أختي مخطوبة لولد محترم وابن حلال جدا، والجواز مش هيستنى، لكن الشقة ممكن تستنى ونقدر نوفر فلوسها كمان سنة كمان سنتين بكتير، لكن أكيد جواز أختي مش هيستنى ده كله. هل أنا غلط؟ هل مراتي من حقها أنها تتضايق أني بساعد أهلي؟ هل من حقها انها تقدم ضرورة اننا نمتلك شقة على جواز اختي؟ هل ابقى ظلمت مراتي لو عملت كده؟ ولو عملت العكس ووفرت الفلوس لشقة تمليك هبقى ظلمت اختي اللي تقريبا مسؤولة مني؟ محتاج رأيكم. ولو حصل مشكلة بيني وبين مراتي بسبب الشقة دي اتصرف ازاي واعمل ايه؟ اسئلة الحقيقة كلها مهمة وموضوع مهم جدا هنطرحه ضمن اسئلة تانية كتير النهاردة ان شاء الله مع فضيلة الشيخة ويدا عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم. اهلا بحضرتك. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. انا مستني اعرف رأيك. الحقيقة هي مشكلة شديدة شوية، هو بين حرتين بين المطرقة والسندان زي ما بيقولوا، بس أنا أؤيده فيما يفعل جدا والله الحقيقة. الله يبارك لك، وأسأل الله أن ربنا يوفق كل شاب أن يكون بنفس النفسية الجميلة دي مع أهله. إحنا الولاد مش عاجبيننا، لو خب عن أهله وحرم أهله نقول دعاق وربنا هينتقم منه. ولو راعى أهله ووقف جنبيهم، طب الوقت يعني يودي أبوه أمه فين اللي بيجيبه علاج؟ يودي أخته فين اللي عايز يسطرها؟ أنا شايف أن زوجته تتفاهم الوضع شوية، ده مهم بقى وتعلم. يعني أنا عايز حضرتك توجد أن مثل هذا لن يوقعه الله في ضيق أبدا. صحيح، أن ربنا هيفتح عليه. صح. وربنا هيوسع عليه، وهي لو شجعته ورضيت ربنا هيرضيها، فاللي هو فيه خير كبير قوي، وربنا إن شاء الله يثبته وربنا يكتر من أمثاله وربنا يخلف عليه أضعاف أضعاف. ده أكيد ما بيعطي، ده ما فيهاش تجربة مع ربنا سبحانه وتعالى. بالضبط. فلا إحنا طبعا بنأيده في اللي هو فيه، هو مش غلطان ولا حاجة. السكن طالما هو مستور في شقة إيجار سنة واثنين وثلاثة واربعة، معظم الناس قاعدين في إيجار مش هيحصل حاجة، يبقى يجيب تمليك بعدين. أهلك تساعدهم، وبرضو إحنا مش عايزين عشان بعض ما يفكرش إن إحنا لما نقول ساعد أهلك يبقى إهمل الزوجة. لا طبعا، لا ليس هذا مقصود، كل واحد أضرب الزوجة وبيعرف بيعرف إن هو يعني يضبط يوازن صح. بالضبط يوازن بين يوازن الموضوع. بين ده وده، يعني الزوجة لها طلباتها ما تنقصش، لها حياتها، لها كل الواجبات بتاعتها، ومع الأمر الآخر أبوك وأمك برضو فوق دماغك، وربنا إن شاء الله اللي عايز الخير والله ربنا هيوفق. كان دايما أهل الله يقولوا يعني إذا ما قبلت ربك بفرض
رزقك الله برزق الفرد. يعني تقابل ربنا طبعا. إذا قابلت ربك بأسرة خمسة أفراد، خمس أفراد، ربنا يرزقك به. إذا قابلت ربك بمجموعة من الناس شايل همهم، ربنا هيجري رزقهم على طبعا ديك. طبعا طبعا ده كرم كبير جدا من ربنا. بنشوف ناس يبقى عنده مثلا مشروع والمشروع في حالة انهيار، ويقول لك أنا ممشيش واحد واقف في البيت أبدا، صح. أنا هفضل كده وربنا إن شاء الله هيرزقنا. سبحان الله ربنا بياخد بإيديه ويقوم طبعاً. من اللي هو فيه. لا والله ده أنا عايز أقول للأب والأم يعني يا زين ما ربيته بجد إنه طالع بار بيكو بالشكل ده، وإنه متحمل المسؤولية، وإنه طالع راجل. وعايز أقول للزوجة افرحي بجوزك قوي إنه هو متحمل المسؤولية. يا ما في بيوت فيها رجالة ما عندهمش أي تحمل مسؤولية، لا اتجاه أهلهم ولا اتجاه الزوجة والأولاد. فعيني زوجك على بر أهله عشان ربنا يكرمك فيه، وهو كمان يكرمك في حياتك معايا. طيب ناخد أم محمد. أم محمد اتفضلي. ألو. اتفضلي، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك أنا عايزة أكلم فضيلة الشيخ. اتفضلي مع حضرتك، بس هستأذنك وطي صوت التلفزيون خالص واسمعينا من التليفون. خالص 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 خالص. ماشي أنا وطيت. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا كنت حد مديني فلوس أجيب له طلب. كنت أنا إيه؟ أم محمد، أم محمد سمعني؟ آه. وطي التلفزيون خالص، اقفلي الصوت خالص. ماشي أسمعكي. وأنا وطيته. طيب قولي بقى واحدة. أنا كنت واخدة يعني واحدة بعتتني أجيب لها حاجة. أنا خدت من الفلوس بتاعتها بعد ما جبت لها طلب، خدت من الفلوس بتاعتي من غير ما تعرف لغاية دلوقتي. أنا كنت مزنوقة وخدت، بس أنا بنيت إن أرجحي أجيب حاجة وأوديها الجامع. هل كده حلال؟ حاضر. طيب حاضر. عندك سؤال تاني؟ طيب دلوقتي حد ادها حاجة علشان تشتري لها حاجة، هي خدت جزء من الفلوس من غير ما تقول لها. حالة بتتكرر كتير قوي وبيكسر عنها السؤال، ولها أكتر من صور. أنا شغال في مكان، فموظف بتقاضى راتب، إن كنت مسؤول مشتريات أو إن كنت أنا موظف عادي، فالشركة بتديني تقول لي اشتري لنا الشيء ده من المكان الفلان. بروح أشتري الحاجة دي مثلا معروف ب10,000 12,000 أيا كان، الراجل بيكرمني فبيديها لي بكذا، يقول لي هي ب12 بس ليك ب11. عارفني يا ترى معنى كده ان انا اخد الالف جنيه دي احطها في جيبي؟ لا، اودي الجهاز ده واوديهم اتفضلوا الالف جنيه الزائده، مع انها جت على مين؟ الراجل عارفني انا فعمل لي الخصم ليا. هل معنى كده ان انا انتفع انا بالخصم؟ لا. ليه؟ لاني وكيل. انا اديهم وهم ادوني ما ادونيش، خلاص. واحد مد واحد يشتري له حاجه، راح هو ناصح وكويس، بدل ما يشتريها قال له ب5 راح جابها ب3، هل معناه ان هو يحط القرشين في جيبه؟ لا، حرام. فهي وقع معها انها اشترت الحاجه وبعدين خدت من الفلوس دي جزء كده، هي مفيش ايه الحقيقه، مفيش امانه في هذا الشيء. يبقى نقول لك كده عشان بس نرجع للخلق الجميل، خلق الامانه، ندي الباقي لصاحبه الشقه. يبقى حضرتك تردي المبلغ، تقول لها اتفضلي المبلغ بتاعك. طب هي باي صوره من الصور؟ زي ايه؟ شوفي توصلوا باي، حتى لو بطريق غير مباشر. حتى لو بطريق غير مباشر. بس ما ينفعش ان هي تجيب حاجه وتوديها. لا، لازم توديها. هي بتقول انا هودي، ينفع تقول تاخد مثلا المبلغ ده وتتصدق بيه؟ لا. لازم طالما صاحب الشأن موجود او احد ورثته موجود، يبقى هي لازم تديها يا للشخص ده يا للورثه بتوعه. باي صوره بقى، مش لازم صوره مباشره خدي الكذا، لا باي صوره، تسيبها لها في البيت، توصلها لها مع حد، تقولها لها تديها لفلان، ما تقولهاش المبلغ ده من مين، المهم المبلغ يوصل لصاحب الشأن ان شاء الله. طيب الإمام في صلاة الجمعة بعد رفع الأذان كلنا بنقوم نصلي ركعتين، عاوز أعرف أصليهم بنية إيه؟ هو دايما الناس إحنا لما بندخل المسجد بنصلي ركعتين تحية مسجد، ده كله ده قبل الأذان. طيب وممكن أصلي ركعتين تاني وركعتين وركعتين، ممكن أقعد أصلي زي ما أنا عايز طالما لسه الإمام ما دخلش وصعد المنبر. طب الإمام دخل وصعد المنبر وأنا دخلت، العلماء اختلفوا، يا ترى أخش أصلي ركعتين تحية المسجد أولى، ولا الإنصات إلى الخطيب وهو يخطب أولى؟ فريقين
فريق قال اقعد والخطبة اولى، وفريق قال حتى لو كان الامام بيخطب ودخلت ولقيت الامام بيخطب يوم الجمعة اركع ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني رضي الله عنه، ودخل وقعد فقال يا سليك قم واركع ركعتين. طيب جيت انا بقى صليت تحية المسجد وقعدت، الصورة اللي بتحصل، وبعدين الاذان اذن، ودايما في مساجد كانت تلاقي فيها اذانين. ايوه طيب مش الامام صعد المنبر، الامام صعد المنبر خلاص ما تقومش بقى، والاذان اذن ما تقومش تاني، مش صح انك تقوم، لا ده انا الاذان اذن وبعدين فيه فسحه من الوقت دقيقتين قبل ما المؤذن قبل ما الامام هيطلع هيأذن تاني. طيب انا ممكن بين الاذانين دول اصلي ركعتين، هذه ليست بدعة ولا فيها شيء، يبقى إذن يجوز طالما في مساحة من الوقت ولسه الإمام لم يصعد المنبر بعد ممكن أقوم أصلي ركعتين. أما لو أنا دخلت صليت تحية المسجد وقعدت والمؤذن أذن، وقبل المؤذن طبعا الإمام بيصعد المنبر وبعدين المؤذن بيرفع الأذان، هنا ما أقومش بقى. طالما المؤذن صعد المنبر ما أقومش، أما لسه في مساحة ولسه فيه أذان تاني يبقى ممكن أصلي بين الأذانين ركعتين. طيب ناخد مدام شروق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ممكن أتواصل مع حضرتك الشيخ؟ تفضلي مع حضرتك. بصي أنا كنت أنا متجوزة ولسه متجوزة قريب، فجيت كانت أنا وجوزي كويسين مع بعض وحماته وكده، فجيت بعد كده لقيت إن هي متغيرة معايا وهو قلب علي على طول بسببها، فهو كان يجي يقول لي انزلي بعد اللي حصل ده كنت برفض، فهو ده إن أنا يعني بعصيه وبعصيها ولا ايه مش عارف. طب فهمينا بس، هو انت دلوقتي لقيتيها متغيره معاكي؟ ايوه. نزلت سالتيها بقى ايه اللي مغيرها؟ ايوه، فانا بقول لها ايه اللي مغيرك معايا، تقول لي دي طبيعتي، وبرغم اني شايفاها مع شريكي كويسين واجي انزل اعمل حاجه تقول لي لا ما تعمليش، ما انت كنت قاعده. يعني ايه ما انت كنت قاعده؟ يعني مثلا انا كنت قاعده وشفتها قامت تعملها، فمثلا اخدت حاجه اعملها بدلها. هي عايزاكي انت تقومي تعملي، يعني انت ما دام انت شايفه في حاجه المفروض تتعمل كنت انت قمتي تعمليها قبل ما هي تقوم تعملها. ايوه، برغم ان انا ببقى لسه نازله، يعني ما كنت ببقاش واخده بالي من الحاجه دي، ببقى لسه نازله مثلا من شقتي. بس الموضوع بسيط قوي، كنت ممكن ساعتها تقولي لها والله ما خدت بالي. لا كده تشفت تزعق وتشخط تقول لي انت مش متربيه، ويعني الكلام مش كويس. جوزي يجي من شغله تقعد تقول له مراتك عملت وعملت، مش موجود جوزي ترن عليه وتقول له مراتك ما بتعملش. وانا قاعده ومراتك ايه قاعده بتسمعاني؟ طب ما منين مراتي ما بتعملش؟ طب هي تحت بتعمل ايه ما بتعملش حاجه؟ وهي يعني هي الدنيا طبيعي كده. طب ما يعني طبيعي كده معايا لوحدي؟ ما في سلايفي ما بيعملوش اصلا وهم كويسين على راسها ودماغها. انا حكمت عليا ربع يوم الفرح انزل اتنط لها سيئه ده. ربع يوم الفرح؟ ايوه، ومعايا سلايفي متجوزين من 10 سنين و15 اللي هم معاهم عيالهم. يعني انا هجيب لي عيال من ربع يوم الفرح يعني ولا عشان اقعد زيهم؟ طب بالراحه، بس بالراحه ايه؟ حاضر، تابعينا يا شروق. تمام. العادات والتقاليد اللي في بعض الكرة وبعض المناطق هم بيبقى عاداتهم كده. هو طبعا احنا يبقى لا مانع ان احنا نمشي ونطبق العادات والتقاليد بتاعتنا، بس لازم نعرف الحق. طبعا هي مش مطالبه بكل هذا، ويعني والحما برضو ما تزوديهاش قوي كده بالضبط. يعني يا جماعه في تراحم شويه. هي البنت لما جت، هي جت زوجه لفلان تقوم بشانه برضه، في مش بتقوم بشأن ده، بتقوم بشأن البيت كله لحد النهارده يا فضيله الشيخ. لازم تتغير يعني. وده جميل يعني، لو الناس مشيت على كده نقول لها شكرا وكتر خيرك وربنا يكرمك ونعتبرها زي بنتنا، مش لو هي قصرت اقف احاسبها. طب ما هو اصلا هو مش واجب عليه، يبقى طالما هي مش واجب عليها اذا لما تقصر اغمض عيني عن تقصيرها شويه، اقول لها برضه كتر خيرك. وبنقول برضه لمرات الابن بقدر استطاعتك راضي حماتك وقومي على شأنها واخدميها من باب إكرام الكبير، ومن باب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرا. صحيح. وبرضو يعني من باب إكرام زوجها الطريقة اللي انت بتتكلمي بيها، واللي هو يعني انا هجيب لها عيل من رابع يوم مش عارف، ما هو ده لما تقوليه قدام جوزك هو هيتضايق بشكل عام من اسلوبك، مش فكرة بس ان انت بتتكلمي على والدته، بشكل عام هيتضايق من ده، فاكيد كلمة من هنا على كلمة من هنا بتعمل المشكلة. فالحقيقة برضو هو زي ما حضرتك كده بتقولي، هو شروق اسلوبها شديد حد شويه، خلي بالك. وان كنت انت عندك حق، يعني ما هو احيانا الحق بيزعل. طبعا ما احنا لما نقول ايه الحق
ما تخدميش وقعدي في شقتك. لا احنا بنقول الحق, الحق بس نختار بس ده بيزعل, ده بيزعل اه يزعل بس ليه ليه البيت طبيعته كده, هو طبيعته دي بتنزل تعمل يوم ودي تنزل وكل واحده ليها يوم, دي تطبخ ودي تك, والبيوت ماشيه جميله قوي في الارياف وفي غير الارياف ماشيه بهذا الطريق. فطالما هي ماشيه يبقى كل واحد فينا بقى يقول للتاني جزاك الله خير, ما يزعلوش, ما يفكروش ان انا جايبك عشان تعمل كده. كلمه طيبه, الكلمه الطيبه بالظبط. فالاسلوب اللين يخلي اللي قدامك لو مش هيعمل هيعمل صحيح, اما العنف والشده في الطلب هو ده اللي مش مطلوب. صحيح نعم. صح. ناخد ام حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا بحبك جدا وبتابعك من زمان حبيبتي, ربنا يخليك يا رب, نورتين. الله يخليك. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضلي. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا, يا مرحبا, اهلا بيك. اي هو كان حصل فصل بيني وبين جوزي, وانا بصراحه اصريت ان قعدت اقول له طلقني يعني, فهو قال لي طالق. فانا مش عارفه هو قال لي بعد كده بيتك وانا قاعده معاه, بس انا يعني في شقه بس مش عارفين يعني نعمل ايه, هو كده صح ولا في حاجه نطلعها؟ طب انت ليه تقول له طلقني؟ طيب ليه تطلب الطلاق؟ هو كان موقف حصل وانا يعني بصراحه متسرعه كده وفي ده العصبيه, هو ده عيب. بس طب ما تعملش كده تاني. حاضر حاضر. تابعينا يا ام حسن, اتفضلي فضيلتك. المراه احيانا في ساعه العصبيه وفي ساعه الغضب تقول لزوجها طلقني, ولما تساليها انت ليه بتقول له, تقول لك اما انا عايز اشوفه يعني متمسك بيا وهيعمل ايه وهيتحملني ولا مش هيتحملني. بس احنا في وقت الحقيقه مساله التحمل دي بقت قليله شويه, يعني كل واحد فيه اللي مكفيه وضغوط الحياه بما فيها الكفايه مخليه الواحد مش مستحمل. بالضبط, وكان الرجل بيتلكك اول ما يسمع كلمه طلقني يروح قايلها, بس هو مش عايز طلق. ولو في رجاله تاخدها على كرامتها. بالضبط, ولولا ان هي طلبتها هو مش هيقولها, وبيحس ان ده انتقاص من كرامته هو. بالظبط, وانت بايع على القضيه, خلاص وانا التاني بايع على القضيه. بس لما تشوفي قلبه ما تدفعيهوش لده. انا لا, ده انا مش عايز اطلق يا شيخ والله, طلعت مني كده, رد على الكلمه بتاعتها. ده اللي احنا بنسمعه طول النهار, مثل هذا يقع عليه طلاق؟ لا, لا يقع بالطلاق بهذه الصوره. ما يقعش حتى لو قال كلمه الطلاق. لو قالها هو مش الطلاق ده عايز قرار, ده قرار الواحد عشان عايز عقل. عشان يشتري تيشيرت مش عارف بكام, بيفضل يلف ساعتين ثلاثة في طلعت حرب عشان يشتري ياخد قرار. بس ده انت مش قادر تاخد قرار تيشيرت, هتاخد قرار انهاء أسرة في ثانية؟ طلقني انت طالق, ده رد بفعل بدون تفكير, والناس اصبحت مش عارفة تمسك اعصابها ولا عارفة تمسك نفسها. فيا جماعة, اولا نتريث, مش معنى كده احنا نقول الكلمة. الامر الثاني, الزوجة ما تطلبهاش, ولو طلبتها الزوج يسيبها وينصرف الى اي شيء اخر, ما يتكلمش ولا يتلفظ بهذه الكلمة ان شاء الله. طيب ناخد ام مصطفى. مصطفى اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه رمين؟ الحمد لله بخير, اهلا بيكي. معلش كنت عايزه افرشخه على حاجه. اتفضلي. انا بابا توفى الله يرحمه. الله يرحمه. كان بيشتغل في مكان وكان في خامات يعني في الشغل. كان في ايه؟ خامات يعني ضمن الشغل. بس تمام. المكان بعد كده اتقفل. كان ساعتها هو الخامات دي ما كانش حد سائق فيها, فهو اخذ زي ترابيزه يعني. بعد كده لما المكان اتقفل هو ما كانش عارف يرجعه فين. طلع يعني, كان سأل كذا حد قال طلع عليه الفلوس. أصحاب المكان ده ما كانوش موجودين عشان يرجعها؟ لا مش موجودين؟ خلاص هي بقت هي, لا ما بقاش موجودين, هو خلاص مش متعرف هي حاجة مين تحديدا. بس قالوا له خلاص طلع فلوس بنية السداد يعني. إن أنت كأنك الحاجة دي رجعتها. هو بصراحة طلع فلوس كتير. يعني كذا, وكل ما بيبقى قدامه حاجة ما يطلعها لله بيطلعها بنية ده. بس أصحاب المكان موجودين؟ لا يعني المكان بتقول لا تقول مش موجودين يعني خلاص ما لهمش وجود, او سافروا او قفلوا الشركه وتفرقوا او نحو ذلك. اي زي كده. نعم. دي حاجه. هو يعني كده اللي عمله صح ان هو مثلا بيطلعها خلاص توفى, هل مثلا مطالب ان احنا نطلع تاني بعدين؟ طب هو طلع قيمتها كامله؟ طلع قيمتها واكتر من قيمتها بكتير. تمام حاضر. تمام حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ سؤال كمان. هو بابا كان مريض كانسر حديد الله يرحمه. حصل مشادة بسيطة كده كانت بسبب انا. وعلى الاساس ده هو حلف بالطلاق قبل ما يموت بيومين. بس يعني تراجع فيه. بس حلف قال ايه؟ قال علي الطلاق ما هاكل. وبعد كده هو اكل. هو كان مريض كانسر, كان بياخد أدوية مخدرة.
قالوا ان هي الحاجات دي اثرت طبعا على عقله كتير. يعني قالوا ان هو ممكن ما يبقاش مدرك بدليل ان هو ما اخدش باله حتى ان هو حلف. هل بقى احنا نطلع حاجه من نيه الحلفين ده؟ حاضر حاضر. تبين يا مصطفى. طيب خلينا في السؤال الاولاني دلوقتي، هو طلع اكتر من قيمه الترابيزه. نعم. كده يبقى خلاص الدين وقع من عليه او طبعا خلاص، طالما هو الناس مش موجودين وهو حب يرجع الحاجة دي وما عرفش، لم يتمكن والشركة قفلت أو المكان قفل ولم يستطع أن يعثر على أصحاب المكان عشان يرجع لهم الشيء ده أو تمن الشيء ده، يبقى كده ما فيش أي مشكلة، يتصدق بنية أن يذهب الثواب وده اللي عمله إلى أصحابه، هو ده اللي عمله. ولكن دايما نتعلم أن الإنسان عندما يكون قائما على أمر ما، على شركة، على مخازن، على ده، ما يحاولش أبدا ولو كان شيء بسيط ياخده ويقول لك ده أمر بسيط. سيدنا عبد الله بن المبارك كان والده ماسك حديقة، حارس على حديقة قائم عليها يسقيها ويرتبها ويشوف الشجر ومش عارف. جاء صاحبها يوما فطلب فكهاية كده، فراح جابها له، فالراجل بيأكلها كده لقاها مش مستوية، قال له يا مبارك اللي هو والد سيدنا عبد الله بن المبارك، هذه يعني لم تنضج بعد. قال والله يا سيدي أنت ما أذنت لي أن أذق الفاكهة. الرجل استغرب، مع أني معروف في العرف طالما أنت بتحرص الشيء ده ليك أنك تأكل وتشرب منه وفاش فيها مشكلة، ومع ذلك مرضيش يمد إيده على حاجة ويدوقها طالما أن صاحب المكان لم يأذن له. فلازم نتعلم مسألة الأمانة، لأن هي أول ما يرفع من قلوب الناس الأمانة. أول شيء كده بيرفع من قلوب الناس، حتى أن احنا نمشي في منطقة واسعة لا نجد رجل أمين ويقال في مكاسبنا النبي قال كده، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، دي نهاية الزمن. فإذا الأمانة بترفع. فدايما نتعلم الأمانة لأنها مهمة جدا. نعم. طيب سؤال التاني بقى، ان هو قال علي الطلاق ما هاكل وكل على الطلاق، لفظة هيطلع فيه كفارة اطعام 10 مساكين، هم يطلعهم هم يطلعوا انه هو خلاص كان مفروض يطلع يعني ومطلعش، تبطأ تطعموا عنه 10 مساكين في حدود 300 جنيه فقط. طيب ان شاء الله ناخد مدام ريهام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. الحمد لله تمام. كنت عايزه اسال حضرتك بس بخصوص يعني سؤالين بس كده. اتفضلي. اول سؤال، لو انا مثلا جوزي بيبص على ست مثلا بره غيري يعني وانا ماشيه معاه، فانا ببص في السماء طول الوقت ان انا ما بتكلم ما بيحصل مشكله، فبضطر ان انا ابص في السماء يعني واحزن ربنا او بفوض امر ربنا، بس هو ده اللي انا بعمله. طبعا ببقى زعلانه وحزينه من جوايا لان انا بحبه، ولما بكلمه في النقطه دي مثلا وانا ماشيه بيحصل مشكله كبيره، يعني ممكن ان هو يمد ايده او يغلط او طول الوقت ما حصلش انت بتقولي كده، لا ايوه يعني ما عملتش كده. يعني ايه بيبص؟ ما احنا مش يعني انا ببقى شايفاه بيبص مثلا في ست ماشيه في الشارع فبيغير وشه يبص عليها. تمام. بس دي اول سؤال يعني ارجو الرد فيه، لان انا حاسه ان هو ده يعني ايه ممكن يكون موقف رزقه شويه او حاجه. تاني سؤال بقى، ان انا بقيت سلوكياته معاكي يعني؟ لا هو كويس جدا حرام، بس هو يعني عصبي قوي وممكن بعد الاوقات بيمد ايده. انت بتستفزيه؟ مش بستفز ولا حاجه، مش حد يعني عايز حياته تبقى وحشه، بس انا ممكن اكون عصبيه بسبب ان انا بشوفه يعني. انا يعني انت كل ما هو ماشي معاكي بتبقى مالي عيني جوزها يعني. ما هو بس هو على فكره هي المشكله عندك مش عنده. لما يعني انت طول ما انت ماشيه معاه في الشارع مركزه معاه هو بيبص على مين وعينيه رايحه فين وبيدور وشه ازاي وبيعمل ايه، فانت ماشيه معاه مراقباه طول ما انت ماشيه. لا مش مراقباه والله، بس هو الموضوع ممكن يكون بيتكرر كتير فده بيضايقني. بس طب مش ممكن تكوني قاعده وقتك بتكلمي جوزك وجوزك يعني عينيه تبقى سايباكي وبيبص في حته ثانيه؟ مش يمكن تكوني انت يعني بيتهيألك ده؟ يعني مش ممكن تكوني انت ما انا بتكلم بس معاكي واحده واحده عشان يعني ايه انا ممكن ابقى عارفه احساسك. مش ممكن انت تبقي مزوداها شويه عشان انت جواكي احساس انك مش ماليه عينه؟ لا والله هو بيحبني وانا بحبه والحمد لله الدنيا ما بيننا تمام. يا ستي عايزه ايه النقطه دي الوحشه اللي فيه يعني؟ ما هو ممكن تبقي انت مزوداها حبتين يعني وتعباني، بس خلي بالك انت ممكن تزودي الموضوع ده عنده يعني، انت من غير ما تحسي ممكن انت تزودي الموضوع عنده، لكن ما توقفيش على كل حاجه. ممكن يكون الراجل غصب عنه في واحده معديه بس هو نظره بيبص على حاجه تانية خالص على فكره، مش بيبص على الست. فهماني؟ وليه سؤالك التاني؟ طيب
ما علينا مش مشكله الحمد لله. السؤال الثاني بقى ان انا هو لما ربنا ميسر له اموره يعني في الشغل انا باخد من جيبه فلوس هو مش مخليني عايزه حاجه قبل اي حاجه يعني بي اللي بعوزه بيديهولي مصروفي والبيت والولاد وكله بس انا باخد من جيبه يعني ايه ساعات هو على الله شغله مش في حته معينه فساعات مثلا ايه الدنيا بتقف معاه فجاه كده فبيحتاج فلوس انا ما عنديش حد اخد منه فبضطر ان انا اخد من جيبه 200 300 50 اي حاجه يعني اي فلوس ما بتقوليلوش بشيلها لما بقولهوش ليه هو عارف ما هقول لحضرتك بشيلهم له وقت ما بيقعدهم بياخدهم وبزياده يعني 50 وبيبقى عارف ان الفلوس اللي انت بتديهم له دول انت واخداهم من جيبه ايوه وانا كلمته لا بقول له انا سلفهم من حد عشان يرجعوا لي تاني واشيلهم تاني وادهم له تاني وبزياده مش عارفه ده صح ولا غلط بس انا قبل كده كانوا قاعدين قاعده كويسه وقلت له انا باخد فلوس من جيبك وانا لو مت انت هتسامحني قال انا مسامحك انا عارف ان انت الوحيده اللي واقفه جنبي وبتفكيني وانا ماليش غيرك فانا برضك بسال ده حلال ولا حرام يعني اتمادى فيه ولا بلاش انا قادره ان انا اوقف نفسي عن الموضوع وقادره ان انا اتمادى في الموضوع يعني مش عاده فيا فده صح ولا غلط هو يعني راضي عن دوت بس ساعات بيبقى زعلان يعني من الموقف كده ويقول لي انت خدتي فلوس من جيبي اقول له لا يقول لي طب انا مش مسامح بس انا حاسه ان انا مش من قلبه يعني طب بتقولي له لا ليه الراجل كويس وجميل معاكي اهو بيبقى هياخدهم مني من غير ما ياخدهم منك قولي له يعني ظبطي الامور معاه قولي له لما يبقى معاك فلوس زياده هات 200 جنيه اشيلهم هات 100 جنيه اشيلهم هات واقفه جنبه طب وانتوا الاثنين جمال اهو ربنا يبارك لكم ببعض يعني الحاجات البسيطه دي بلاش بقى وفضيله الشيخ طبعا هيفيدك اكتر مني تابعينا ريهام طيب ناخد اول سؤال بقى الأستاذة ريهام يعني هي حساسة شوية في الموضوع ومن بغيش الزوجة يعني بقول لك سيد قومه المتغافل اللي يغمض عينه شوية يعني مش لازم أقف على الواحدة وهي ماشية معاه أنا حاسس أنها ماشية عاملة له كده عمالة باصة لعينيه كده وطبعا هو ممكن ماشي وممكن هو مش واخد باله وممكن يبقى فيه الخلق ده بس ما أظنش ممكن ما فيش أي حاجة والراجل بيبص عادي ماشي أصل هو لو عايز يبص هيبص وأنت مش موجودة معاه مش هيبص أكيد وأنت ماشية معاه وبعدين أنا عايز أقول للأستاذة ريهام طب أنت هتعملي إيه هو رايح الشغل وجاي من الشغل بالظبط طب ما هو رايح الشغل وجاي من الشغل وخارج ده انت هتخرجي مثلا مع مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع وهو رايح جاي لوحده فهتعملي ايه فاذا يعني عايز اقولها انت غمضي عينك شويه بلاش تركزي لان التركيز احيانا هيتعبك وكذلك اي انسان بلاش تبقى كل حاجه انت عايزها في الانسان اللي قدامك 100% ده مش هيحصل ما هو محدش بياخد كل حاجه فاضل بالضبط ده مش هيحصل طالما الانسان عفيف وبتاع وكويس معاكي يبقى نغمض عينينا عن مثل هذا وما ركزش معاه وما نبهوش ان انا واخده بالي طبعا عشان ما ايه خليكي ذكيه بالضبط ما تنبهوش الى هذا الامر ممكن هو بيعمله بعفويه ناس بتعمله بعفويه اما ما فيش في نيته حاجه فانت هتنبهيه لحاجات هو ممكن مش واخد باله منها كويس الامر الثاني بقى اللي تاخدي من وراه لا يجوز قطعا لا يجوز اللي انت بتعمليه خالص لانك انت اولا هو بيزعل ودي انت قلتيها في الاخر ولما بيسالك بتضطري تكذبي ودي مصيبه تانية المصيبه الاكبر ان عينين الاولاد دائما مرهونه بتصرفات الاب والام بالضبط لما بنتك هتشوفك لما ابنك هيشوفك هيعمل زيك فرجاء الله يكرمك اقفلي الباب ده تماما لا يجوز انت عوديه انه لما يكون معاه فلوس زياده شيلها عشان لما تتزنق تمد ايدك وتاخدها وتلاقي اما انت تاخدي من وراه هذا لا يجوز بدليل ان هو بيزعل بدليل انك انت بتضطر تكذبي عليه وكل دي اخطاء كبيره جدا بنقع فيها يعني الى حد ما جاوبنا جزء كبير من الاسئله وان شاء الله نكملها في الحلقه الجايه باذن الله نورتني يا فضيله الشيخ بشكر حضرتك عطاء ربنا وكرمه على عباده كبير جدا وعشان كده جعل اي مشاركه حتى لو كانت بسيطه ليها اجر كبير فمحدش يستصغر صدقه او يقول لما يبقى معايا كتير ابقى اتصدق ولازم كمان طول الوقت يبقى عندنا يقين ان مفيش خير بيضيع وكله بيترد في الوقت المناسب كلام مهم جدا عن قيمه العمل الصالح وخروج الصدقات هنقول ان شاء الله مع فضيله الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية فضيلة الشيخ السلام عليكم وأهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا أعزكم الله أمين يا رب محتاجين الصدقة في كل لحظة ودقيقة في حياتنا لأن هي بمثابة تطهير لكل خطوة بنخطيها لكل نظرة بننظر ليها بعنينا لكل حاجة بنسمعها بودنا لكل حاجة موجودة في حياتنا هي تطهير شامل للبني آدم في حياته في صحته في أولاده في رزقه في أسرته في كل شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جميل إن أنا أقول إن الصدقة لها الأثر البالغ الإيجابي في حياتي
أنا عايز أقول ولكن حينما أعطي الصدقة هل أشعر بتلذذ؟ هل أشعر بالنعمة التي أنعم الله علي فيها ثم ذكرني بالصدقة فتصدقت؟ هل أستشعر رضا الله علي أنه اخترني من وسط العباد علشان أدي للفقير والمحتاج، وأنا بكامل حبي واشتياقي أن أرضي الله أولا، أو أن هذا الإنسان يقاسمني الإنسانية في هذا الوجود وفي هذه الدنيا، والله تبارك وتعالى جعل جزءا من رزقه بين يدي فأعطاني الأمانة وقال هناك أمانة فوق أكتافك، يلا بينا اديها لكل محتاج، محتاج شربة مية، محتاج يتستر، محتاج يلبس، محتاج أي شيء من معالم الدنيا أو الحياة الدنيا أو المعيشة في هذه الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى مش بس اختارني فيجب أن أكون راضيا باختيار الله، كمان ده ربنا سبحانه وتعالى اختارني في الدنيا وسوف يختارني يوم القيامة. عارفة حضرتك جزاء المتصدقين يوم القيامة إيه؟ تخيلي والسادة المشاهدين كده حينما ننظر إلى عرش الرحمن يوم القيامة، وسع كرسيه السماوات والأرض، عرش الرحمن حوله منابر من النور. تخيلي حضرتك كل أهل السرور والخير والصدقات وفعل الخيرات، هؤلاء ينصبون في هذه المناصب وفي هذه المدرجات من النور، تحب الملائكة أن تراهم وتحب الأنبياء أن يراهم. موضعهم فين؟ حول كرسي العرش. مكانهم فين؟ تحت ظل عرش الرحمن. لا شايفين أرض محشر، ولا شايفين الشمس وهي تدني من الرؤوس، ولا شايفين الناس وهي تصرخ من شدة الموقف يوم القيامة. هؤلاء الآمنون من عذاب الله الذين وكلهم الله في الدنيا فأحسنوا الوكالة وأعطوا لعباد الله وأكرموا عباد الله، فأكرمهم الله في الدنيا وكرمهم يوم القيامة بأن وضعهم في هذه المكانة يشتاق الجميع أن يراهم بإذن الله تبارك وتعالى. البني آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه أنه بيحط في طريقه حد ممكن يكون محتاج، نعم، حالة ممكن يكون شافها، سمع من حد، حد دله على أنه في حد محتاج مساعدة، نعم، معينة، هل ده معناه رضا من ربنا سبحانه وتعالى على الشخص انه اكرمه بانه حط قدامه حاجه زي كده؟ في حد بيبقى دايما نفسه يصلي الفجر، هو عمل من الاعمال، لانه يعلم ان الرزق في البكور، وانه يعلم ان قران الفجر كان مشهودا، ويعلم انه اذا استطاع ان يصلي الفجر حتى وهو راجل كبير فمش قادر ينزل ان هو في نعمه عظيمه، وانه سوف يكون في ذمه الله بقيه اليوم. تخيلي الانسان ده فجاه يلاقي نفسه صحي الفجر، يبقى ده عطاء من مين؟ من الله له. صحيح. اختيار من مين؟ من الله له. فعليه أن يحمد الله أولا أن الله تم اختياره لهذا الموقف، أن يقف عند الفجر ويقول الله أكبر، وينتظر الملائكة أن تعطيه رزق اليوم، وينتظر الملائكة الحرس الذين يكونون فحوله لأنه يكون في ذمة الله في هذا اليوم. عارف يعني حضرتك إن إنسان يحافظ على صلاة الفجر ويخرج يعمل الصدقة ويعمل الخير هو في ذمة الله اليوم كله، ولو توفاه الله في هذا اليوم. تخيلي حد دخل بيتك عشان يأمن أي شيء، فدخل بيت حضرتك وهو مطمئن، فهل ممكن في وقت من الأوقات إن أنت تحرميه أو تعذبيه أو تزعليه؟ لا طبعا. فتخيلي هو لله المثل الأعلى، هو في ذمة الله. صحيح. فمن يحافظ على صلاة الفجر يحافظ على رزق العطاء لله تبارك وتعالى، قليل أو كثير. عارف حضرتك لما تستري تجدي على طول ربنا اسمه الستير، والستر ينتقل إليك، مش لازم ليك، لأولادك. علشان أنا بقول للناس جميعا ما تحملش هم ان انت يتوفاك الله وحتسيب لولادك قد ايه. ماذا ادخرت لابنائك؟ ادخرت ربي لابنائي. امبارح كنت بفكر في حاجه كده بقول سبحان الله، ما احنا الجيل بيتغير، فاحنا لما نموت اولادنا هيبقوا موجودين ممكن يتصدقوا علينا، نعم، لكن اولاد اولادنا اللي ما شافوناش، نعم،
عمرهم ما هيتصدقوا علينا. نعم. اولاد اولاد اولادنا اللي ما شافوناش. نعم. عمرهم ما هيتصدقوا علينا. عارفه حضرتك اجاوب حضرتك. طبعاً ربنا فضل. جاوبك في سوره الكهف. وكان ابوهما صالحا. الكنز اللي خرج للاولاد كان الجد السابع من الصالحين، فامتد اثر العمل الصالح من الجد السابع لحفيد حفيد حفيد حتى وجدوا الخير ليذكروا هذا الجد السابع بكل خير. سبحانك يا رب. فالعمل الصالح موصول بعد انقضاء العمر لا ينتهي الى يوم القيامه. تخيلي حضرتك حينما ينظر يقول للكعبه يعني اذا توقف الطوفان خلقت خلقا يطوفون حولك يا كعبة. فاذا مات الانسان وانقطع اثره ان ما فيش ولاد وما فيش كذا وكذا وكذا، ولكن بعد عمر طويل تاتي الملائكه فتذكره، ياتي المكان اللي هو فيه يذكره. مش لازم الانسان اللي زيه يذكره، يكفي الملأ الاعلى يذكره. صحيح. انه كان من اهل الخير. صحيح. في الدنيا ربنا هو اللي مطلع وشاهد، مش مهم بقى البشر، وتكون اللي بتدعي له هي الملائكه. صحيح. ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والله العظيم اللي زيهم نتعلم منهم الرضا. يعني اولا دعوه واحده بس من اللي هي دعيتها للناس اللي هي ما تعرفهمش ولا شافتهم ولا شافوها، وممكن ما يقابلوش بعض في الدنيا اساسا. لا. خالص، بس يتقابلوا ان شاء الله قدام ربنا سبحانه وتعالى. كل ده كفيل يفتح كل الابواب المغلقه ويشيل كل الابتلاءات ويخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا. انا هسال حضرتك سؤال والسادة المشاهدين. مع اجمل مصاريف العالم، مع اجمل الشاليهات واجمل المصاريف اللي احنا بنصرفها، ساعه واحده الظهر وحضرتك على شاطئ البحر، هل ممكن تجدي عيله او اسره او جمع من الناس قاعدين من غير شماسي؟ لا طب اذا يبقى الشمسيه هي الساتر. الشمسيه دي هي الساتر لمده يوم. شوفي حضرتك تكلفتها. فتخيلي هؤلاء الساتر بالنسبة لهم هو السقف، وبيفضل العمر كله. إذا لا يستطيع إنسان أنه يقف الساعة 12 الظهر أو 1 الظهر حتى ولو كان في أجمل الأماكن المريحة نفسيا وهو يرى هذا المكان من غير الشمسية، من غير السقف اللي فوق. فهؤلاء الناس عايشين من غير سقف. لا ده هي قالت جملة جميلة جدا. نعم. يعني هي تعمل لها السقف وهي فرحانة بيه قوي، وطلبت بعض الحاجات الأولاني. الحاجات اللي موجودة، قالت لك نفسي أعيش بس زي الناس. بالظبط. ده السقف. ودي أبسط الأولاني. حاجة ده السقف الأولاني. الساتر الأولاني هو أن احنا بنعمل لهم السقف لا الشمسية. فتخيلي هي مدى سعادتها العمر كله أن يبقى فيه سقف. طب بجانب السقف إيه بقى؟ شربة المية، الحاجة اللي تنظف لهم الملابس بتاعتهم، إحساسها أن هي تبنى لها بيت وتقدر تعيش هي وبناتها. الست دي عندها بنات عرايس. فتخيلي حضرتك لما يدخل عشان حد يخش النهاردة احنا يعني ايه عندنا البيت بنحاول ان احنا البنت جاية لعريس، فاحنا نغير التلاجة بتاع بيتنا عشان لما العريس يجي يعرف ان احنا عندنا تلاجة كبيرة. نبص كده ونملى المطبخ كام جهاز جديد ونحط هنا كبة ونحط هنا مش عارف ايه. ليه يا عم انت بتعمل الحاجات دي كلها؟ عشان لما يجي العريس ويدخل فجأة المطبخ يعرف ان بيت ابوها مليان اجهزة، فيروح يكلفها ويجيب لها اجهزة. تخيلي حضرتك انا بتكلف علشان الراجل اللي جاي لاولادي. فالناس دي محتاجة ايه؟ محتاجة غسالة، بوتاجاز، تلاجة، مكان يناموا فيه ويقعدوا فيه بشكل بحيث ان حتى لو جه حد جالهم بعد كده يشعروا بان هم عايشين عيشة طيبة من فضل ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ده اللي بتعمله جماعة البر والتقوى دايما، ان هي ما بتتوقفش فقط ان هي تعمل السقف وخلاص على كده، ولكن بتكمل. ما هي قالت عملوا اكتر. بالظبط كده، من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وصلاه الميام الا تقل اهميه عن كل اعمال الخير اللي بتقوم بها جمعيه البر والتقوى المصريه، وانها من اهم الحاجات واهم المبادرات اللي الحقيقه متوليه امرها الجمعيه. نعم. هي نعمه الماء عماد الحياة، وهي سر حياة الوجود كله. الماء، سبحان من جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، هو الذي أنزل من السماء ماء. إذن يبقى الله تبارك وتعالى جعل هذا المخلوق العجيب اللي هو الماء من فضل الله تبارك وتعالى سر حياة الإنسان، سر حياتنا، وسر تعمير الأرض. لأن الأرض حينما تنزل فيها الماء تهتز، وبعد ذلك يخرج الخضار، ونجد بعينينا الأشجار والأنهار، ونجد بعد كده الثمار اللي بناكلها، ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا يمن علينا بها. وصلاة المياه أو اللي أنا بسميها شرايين المياه في الأرض، كشرايين التي تجري في أيدينا، الناس محتاجينها. طبعا محتاجينها جدا جدا. طبعا طبعا. مين يقدر يعيش من غير مياه أو في هذا الحر الشديد وفي هذا البرد اللي جاي إن شاء الله الشديد؟ أنا عايز أقول لحضرتك
يعني أنت تطمئن وأنت بتعمل وصلة المية وتتركها تسري في أرض الله، وتترك الحق تبارك وتعالى يزيدها من فضله. يا جماعة والله جربوا ربنا سبحانه وتعالى في تجارته معكم، والله تجد الخير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وعند الله لا يضيع، وعند الله يزيد أكثر من بنوك الدنيا وأكثر من الخير في الدنيا كله عند ربنا. هذا العائد لك ولأبنائك بعدك سوف يكون الخير كله بإذن الله. اللي بيشارك أو بيساهم في المياه أو في ملف المياه داخل جمعية البر والتقوى المصرية ولو بشيء بسيط لأجر وثواب برضو كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يعني الناس ما تتخضش من فكرة المشاركة في المياه، أن الموضوع ممكن يكون مكلف ومحتاج مبالغ كبيرة. لا، باللي تقدر عليه على فكرة، هو ربنا ما حدد لكش حاجة. نعم، أنا عايز أقول لحضرتك بداية من أن أنت تتبرع بثمن متر مواسير علشان تمتد في الأرض وتبقى مكتوبة باسمك عند ربنا متر مواسير. هناك أكبر من يوصل لغاية البيت، وهناك أكبر من يوصل البيت ويبقى فيها العداد، ومن يوصل لأكثر من بيت، هناك أكثر من يبني من يحفر بئرا ومحطات التحلية. كل الملف بيبدأ الحساب عند ربنا بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تبدأ بالذرة في هذه الوصلة التي تبدأ بالقليل، والقليل عند الله كثير. طبعا تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى، رب العالمين ربنا يتقبل من كل الأحباب. نورتين يا فضيلة الشيخ، عزك الله ورفع الله قدركم والسادة مشاهدين يا رب. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.